انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت قال اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايزه اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمره واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. أهلا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة حلقاتنا عن ابن منيرة وأسرار الكنائس. في الحلقة اللي فاتت كشفنا حقائق كتير كان ابن منيرة بيحاول يخبيها، ووضحنا ان افتراءاته على الاسلام ملهاش اي دليل حقيقي، وان كل كلامه مجرد افتراءات ملهاش اي وزن. عرضنا كمان اعترافات خطيرة وموثقة من داخل المجتمع المسيحي نفسه اللي بتكشف عن الحقيقة المخفية والافعال غير الاخلاقية اللي بتحصل في بعض الكنائس من رجال الدين المسيحي. ابن منيرة اللي فاكر نفسه بيدافع عن المسيحية هو في الحقيقة بيفضحها من خلال أفعاله وكلامه اللي بيتكرر وملوش أي أساس من الصحة. شفنا ازاي فشل في الرد على الحلقات اللي فاتت، ولجأ لرجال الدين المسيحي في محاولة بائسة ان الحقيقة ما تظهرش للمسيحيين. في الحلقة دي هنكمل كشف المزيد عن الحقائق والأسرار اللي كانت مخفية عن الناس. هنعرف ليه رجال الدين المسيحي بيعملوا الأفعال دي، وإيه اللي بيخليهم يلجأوا للأفعال دي اللي ملهاش أي علاقة بالأخلاق. استنونا في نهاية الحلقة لأن هيكون في مفاجأة كبيرة لابن منيرة والكل اللي بيحاول يتسطر على الحقائق دي. وقبل ما أبدأ الحلقة أفكر حضراتكم بما تم عرضه في الحلقة السابقة باختصار. يحتاج الى الدعيرات المراسمة ومراسمة البغاء، مفيش زنا في الاسلام وبيعتبروا الجنس ده حلال في اي حاجة. مين اللي شاطر في ده؟ واعطي 40 حصانا او 40 حمارا قوة في الجماع، قوة 40 حمارا في الجماع، مين اللي كده؟ اخواتنا الشيخ تعرفوا في لمؤاخذة مخدرات بتتباع في الكنائس، تعرف الكنائس. القاضي الرهبان في القرن الرابع وفي القرن الخامس العصر الذهبي شهدوا بانتشار الشذوذ بين الرهبان. لا الشذوذ تجمع نحو 3,000 مواطن تركي مصري في المقر البابوي للكنيسة المصرية، وخرج عدة مئات منهم إلى الشارع احتجاجا على منشرات وصحيفة غير حكومية، ونسبت فيه إلى رجل دين مسيحي سابق ارتكاب جرائم أخلاقية ومبالغ جنسية داخل أحد أشهر الأديرة في فعيلينس. تعرف الكنائس. والأزمات كتير من أفريم وشبان وشبان، فجأة لها فكرة قالت دي فرصة الواحد يغير وزن الدخل، وسافر إلى الأرض المقدسة على أمل إن هي تمارس الخطية، Most people come to this church for a spiritual experience, but Crystal Rowland decided she wanted a spiritual and sexual experience. So according to police, she urged her boyfriend to break into this church so they could have sex on the altar. القمص أنطونيوس ناخي ابن عم بطريرك الأخبات الأرثوذكس الأنبا توادروس الثاني، واللي عينه في منصب حساس كوكيل المقر البابوي في شمال كاليفورنيا للولايات المتحدة الأمريكية. الكاهن ده اتحرج بأكثر من سيدة في الكنيسة، منهم السيدة سامح صبري اللي بتحاول تقضيه جنائيا. تعرف الكنائس. عشان نصدق كلامنا ان في عندنا مكالمات مع قاضي الكاهن ده، المكالمات بينها وبين الكاهن ده مكالمات جنسيه صرف. اسمه اظن اسناسوس. تعرف الكنائس. ربنا راح بدت ايد على سيدنا الحسن. يا نهار اسود
مش كل مقابلة كده يعني ممكن ده بقى مرة بس في سلام نسلمه يوم فاطمة بنت جماعة ما عايزين نسلم عليه هو مش هنا لا لا يعني رأت بتقوله مخلط جاكي على مين من هنا والبنت اللي هيك بنسف ملية على شمال ملية وانا والأب والأم وأخوها واقفين تقول لي بس دي وبس دي وبس دي وبس دي يا عمي صدفنا العدل تعرف الكنائس تعرف الكنائس تكون مستجرجس يعتبر موقوف عن الكهنوت العمل الكهنوتي ويعني مش عارفين طبعا ايه هي الأخطاء ولكن ده البيان اللي تم إعلانه وتم نشر هذا الخبر يعني السبب اتعرف من بعض الناس اللي سربوا مكالمه بين القمص جرجس عبد الملاك وبين احدى المعترفات بعد ما دخلت الكنيسه وصلينا وقعدنا شويه ابونا جرجس بيشاور لي يجي مع الساعه 1 الساعه 2 يرن علي ابتدى الفاظ يا قلبي روحي حياتي ما كنتش عارفه ارد اقول ايه بس اللي هو في حاجه غلط نبره الصوت في حاجه غلط سكت ما اتكلمتش بعد كده دخل في نقطه الجنس ويتكلم كلام مش كويس تعرف الكنايس تعرف الكنايس أعلنت إبراشية المنية وأبو فرقاص تجريد القمص رويس عزيز الخليل من رتبته الكهنوتية وعودته وعودة اسمه العلماني يوسف عزيز الخليل وذلك بناء على نتيجة التحقيقات الداخلية الكنسية وشملت حيثيات القرار أنه تم الاطلاع على الشكاوى الواردة من شعب الكنيسة في مصر وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكذلك على ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي وكانت فتاة مصرية قد نشرت شهادة مطولة عن تعرضها للتحرش في أثناء طفولتها من خليل وذلك في منزل أسرة في الولايات المتحدة الأمريكية أبونا ده يا عمي ده مش أبونا ده مش إيد أبونا ده المسيح تعرف الكنائس تعرف الكنائس تضطر راهبات كثيرات ممن اغتصبهن قساوسة إلى ترك سلك الرهبنة عندما يحمل يعطي الكهنة المال لرئيسات الراهبات وهؤلاء يرسلن لهم الراهبات هذه دعارة هذه دعارة هذه دعارة ده دين يا ولدي ده دين نخرب بيوتكم أنا برضو بستغرب ده دين ده الله يخرب بيوتكم طيب ممكن حد من النصارى يقول لي دي حالات فردية وإن البشر من طبعه إنه يسيب ويخطئ بس الرد هيكون إن إيمانكم الأرثوذكسي بيقول إن الكاهن مش أي بشر ده وكيل الله على الأرض والكاهن ده جاي علشان يشتغل مسيح تقدر تقول هو بشر لكن ما تقولش مثلنا تقدر تقول هو بشر لكن ما تقولش مثله ليه؟ لأن هو إنسان واخد سلطان من ربنا أن يغفر خطايا كمان نقطة تاني غير الروح القدس في الكاهن الكاهن ده وكيل لربنا أبونا وحش من مش أبونا ده أنا ما تناولش من إيد أبونا ده أبونا ده يا عمي ده مش أبونا دي مش إيد أبونا ده المسيح يعني عايز تقول لي اللي بيقدس هو المسيح بيناول المسيح على المذبح اي نعم هو ده بشواهد كتابيه طب انا كده معنى هذا ان ما تحولش الجسد والدم عشان خاطر ابونا ما اعترفش خاطر لا 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 ابونا هنا شغال بقى مسيح مش دعوه ودي تعتبر اهانه للمسيح وده بيوضح ان مقوله ان المسيح بلا خطيئه مقوله غلط لان الكاهن بيغلط وبيقع في الخطيه وبما ان الكاهن جاي يشتغل مسيح فاذا المسيح حاشاه بيكون خاطئ ابن منيرة اللي معروف بتطاوله على الاسلام مدح زكريا بطرس في كذا مناسبة في حلقة من الحلقات اللي ظهر فيها ابن منيرة على قناة الفادي مع زكريا بطرس كانوا مركزين على نشر افتراءات ضد الاسلام وكان ابن منيرة بيستند في كلامه على نفس الافتراءات اللي زكريا بطرس بيروج ليها ده غير ان ابن منيرة بيقول ان زكريا بطرس عمل حاجات التاريخ هيتكلم عنها واحد زي ابونا زكريا او هو ابو هذه الـ 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 البشارة والكرازة الثورة اللي عملها هي اللي جابتني هي اللي فوقتني ابونا اللي عمله التاريخ هيتكلم عنه طيب تعالوا نشوف التاريخ قال ايه على ابوه القمص زكريا بطرس اللي جاي يشتغل مسيح والتاريخ بيكتب ويقول ان للقمص زكريا بطرس فضائح واول فضيحة عبارة عن وثيقة فيها شكوى من مطران الكلدان في امريكا مقدمة لشنودة الثالث بابا الاقباط الارثوذكس في مصر المطران الكلداني بيستغيث بشنودة الثالث علشان يشوف تصرفات زكريا بطرس اللي بيعمل فرقة وخلافات بين الكاثوليك والأرثوذكس وكمان المطران كشف ان زكريا بطرس عضو في واحدة من الكنائس المثلية التي تزوج الشواذ جنسيا وهذا نص الوثيقة الخطيرة قداسة البابا شنودة الثالث
بطريرك الكرازة المرقسية. تحية طيبة مرسل لكم تحياتي وتحيات الكلدان من كافة أنحاء العالم، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. قداسة البابا، نود تنبيه قداستكم بأن الكاهن زكريا بطرس، والذي يزعم أنه ما زال في الخدمة الكهنوتية، قد أخذ يرسل أتباعه هنا محاولا إضعاف الإيمان لدى أتباع كنيستنا، ضاربا بعرض الحائط العلاقات الحميمية بين كنيستنا وكنيسة الإسكندرية. وأنت تعلم يا نيافة البابا بأن زكريا بطرس هذا قد انضم لإحدى الكنائس المثلية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، فنتمنى من قداستكم اتخاذ الإجراء الملائم بخصوص هذا الكاهن. المطران سرهد يوسف جمو أسقف إبرشية مار بطرس الكاثوليكية للكلداني والأثوريين في غرب أمريكا. والتاريخ أيضا يكتب فضيحة أخرى للقمص زكريا بطرس في جريدة الفجر الصادرة بتاريخ 24/8/2009 ميلادية. تم نشر وثيقة الأنبا دانيال أسقف سيدني والتي يكشف فيها فضائح زكريا بطرس، وتم نشر صورة من الوثيقة. الفضيحة اللي بتكلم عنها موجودة في وثيقة كنسية صدرت يوم 11 ديسمبر 2002، وحررها ووقع عليها الأنبا دانيال اللي وصف نفسه بأنه عبد وخادم الرب يسوع المسيح، وأنه بنعمة الرب أول أسقف لكرسي سيدني وتابعها. الوثيقة دي موجهة للأنبا بيشوي وبتقول نصا: صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي مطران دمياط وسكرتير المجمع المقدس ورئيس دير العفيفة الشهيدة دميانة، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. صاحب النيافة، نرجوكم بنعمة رب المجد يسوع أن تزيحوا عنا القمص زكريا بطرس، فلقد تحمل الشعب منه ما لا يطاق، فلقد اشتكى منه العديد من أفعاله التي لا تليق برجل الكهنوت. أولا، في العاشر من مايو سنة 1999 جاءتني شكوى من فاتن عدلي خيري من شعب كنيسة القديس الأنبا إبرام ببرايتون، تشكو فيها من اعتداء القمص زكريا بطرس على ابنها جورج يوسف إسكندر بأنه وضع يديه بطريقة غير لائقة على أعضاء الطفل الحساسة والضغط عليها، وهددت بأنها ستبلغ الشرطة الأسترالية لولا أني قمت بتهدئتها حتى لا تكون فضيحة للكنيسة المصرية في الجرائد الأسترالية. وهذا ما أشرت له في رسالة سابقة أرسلتها لحضرتكم في الرسالة المرسلة في الرابع 10 مايو 1999، ثانيا في 28 فبراير 2001 أبلغني أحد المخلصين من شعب كنيسة القديس إبرام بأن القمص زكريا بطرس أتى بفتاة من أصول آسيوية وقام بضيافتها في إحدى الغرف الملحقة بالكنيسة، وأخبر الشعب بأنها فتاة من إندونيسيا مسلمة تريد أن تكون مسيحية، وقال إن أهلها قاموا بطردها وليس لها مأونة، وستقوم الكنيسة بضيافتها إلى أن ندبر لها مسكنة. لكن بعد هذا اكتشفت أن الفتاة تلك ليست مسلمة وليست من إندونيسيا، بل هي باغية من الفلبين، وأنها تقوم باصطحاب عشاقها إلى المسكن داخل الكنيسة بعلم القمص زكريا بطرس، وأنه يأخذ مقابل ذلك مما تفعل غير مبال بحرمة بيت الله ولا بأي شيء. ثالثا، فضائح أسرته التي تجلب لنا نحن الشعب القبطي الخزي والعارة، حيث قامت ابنته جوليت بإقامة ناد للعري، وابنه بنيامين أصبح ملاحقا من الشرطة الأسترالية بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وابنه بيتر الذي يدعو إلى معتقدات غير أرثوذكسية. وهناك العديد من المشاكل التي أخبرتكم بها عنه، ولقد فوضت إلى نيافتكم وصاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبلاد المهجر التصرف واتخاذ القرار فيه، فلا أنا أرغب في وجوده ولا حتى أي من شعب كنيسته. وأنا العموم أن زكريا بطرس طول عمره صاحب مشاكل، وتوقف سنة في عهد البابا كرولس وسنة في 9 سنين في عهد البابا شنودة، واتنقل كذا مرة من كنائس لكنائس لكنائس، وآخرها اتوقف لأنه ضرب واحد بالشلوت قبل عهد عامة مستديمة في برايتون في انجلترا. العجيب ان كل اللي فضحوا زكريا بطرس هم اساقفة كبار في الكنيسة الارثوذكسية، وبعد كل الفضايح دي ابن منيرة بيقول في شعر: يا 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 ايها العود الطري الاخضر اللي من نبت يسوع،
اللي فوقتنا وسمعتنا صوت يسوع. ويا ترى العود الأخضر ده اللي هو نبت يسوع وغيره من كهنة الكنيسة بيعملوا العمايل السودة دي ليه؟ هل بيطبقوا نصوص كتابهم اللي بيعلموا لشعب الكنيسة؟ تعالوا نفتش الكتاب المقدس ونشوف النصوص اللي بتشجع على ارتكاب الأفعال الغير أخلاقية. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. ده موجود من عند ربنا؟ ده ينفع يكون كلام من عند ربنا؟ كلام كله جباح. أنا آسف. كيف يقول الله لنبيه وهو الذي يتكلم عن القداسة أن خذ لنفسك امرأة زنا؟ كيف تكون الوصية السابعة في سفر الخروج أصحاح 20 لا تزني؟ كيف يقول الله ذلك؟ ونسمع التفسير من العود الأخضر نبت المسيح والأب الروحي لابن منيرة وقدوة النصارى في مصر والدول العربية القمص زكريا بطرس. لما يقول له اذهب خذ لنفسك امرأة زنا بيقول له انت هتتجوز واحدة كويسة لكن هتزني من وراك وتنجب نسلا، وبعدين اوعى تكرهها، اذهب اليها ولاطفها واعدها. ده دليل الحب يا استاذ. حتى لو خانت وزنت بيقول له حبها وروح لطفها وارجعها. اقرب في ذهن منفتح، ما تقراش وانت مغمض. اوعى تكرهها، اذهب اليها ولاطفها واعدها. ايه بقى الكلام ده يا ابونا؟ ايه الفتاوى دي حبيبي؟ افتح معايا الكتاب سفر هوشع. اول ما كلم الرب هوشع قال له اذهب وخذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا. وكمان دائرة المعارف الكتابية بتقول ان في رأيين، رأي حرفي ورأي مجازي، وانت اخترت الرأي الحرفي. والرأي الحرفي بيقول ان الاله امر هوشع انه يرجع امرأة ودفع لها مبلغ من المال علشان يرجعها من عاشقها. فيعني فعلا كتابكم لا يحض على الزنا خالص خالص. ونص اخر في الكتاب المدعو مقدس لا يعاقب فيه رب النصارى الزانيات: لا اعاقب بناتكم لانهن يزنين، ولا كناتكم لانهن يفسقن، لانهم يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع الناذرات الزنا، وشعب لا يعقل يسرع. مش بس كده، ده الموضوع وصل ان اله النصارى رفع من مكانة الزواني وحطوهم فوق الابرار، وقال لتلاميذه ان الزواني هيسبقوكم لملكوت الله. قال لهم يسوع: الحق اقول لكم، ان العشارين والزواني يسبقونكم الى ملكوت الله. والكتاب المقدس بيعترف ان نسب يسوع مليان زواني وبيشتغلوا في الدعارة. تعالوا نشوف الأدلة على الكلام ده من الكتاب المدعو مقدس نفسه ومن علماء المسيحية ورجال الدين المسيحي. هل جاء المسيح في الحال من رحاب الزانية التي ساعدت يسوع في سقوط أريحة؟ أي نعم، جاء من رحاب ورحاب تيتا للمسيح زي ما قلت هنا بكده. هل تيتا رحاب تبقى تيتا للمسيح لأنها المسيح عاوز يقول أنا مش مستعار من أن أي إنسان خاطئ، لأن طبيعتهم كلها كانت خاطئة. فلما يجي حد في سنة أنساب السيد المسيح هذا لأنه لأن رحاب الزانية من أهل أريحة لم تكن من بني إسرائيل ولا كانت من بني إسرائيل، ودخلت في الشعب وصارت من جدات السيد المسيح. يهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. طب ثمار دي حسب القصة في العهد القديم أول واحدة تزينت بلبس الزانيات. طبعا قصة محزنة ومزعجة وتقيل على وداننا. ثمار وهي يعني قصتها فيها أحزان. نحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب. هنا تيجي الست التانية، لما يقول من يبقى تذكر الأم. طب احنا منتظرين أم يعني مثالية تطلع تاني أم مذكورة في الأنساب برضو من نفس العينة. رحاب دي كانت شغلتها ايه؟ شغلتها زانية. طب وده كله يذكر في متى واحد أول صفحة كده.
يعني المفروض مجد ربنا يسوع له المجد. يا دي المصيبة السوداء، يا دي المصيبة السوداء اللي ما يتلبس عليها تيار. وجود أسماء جدات زانيات في سلسلة نسب الرب يسوع المسيح يأكد لنا أمانة الناس اللي كتبوا الكتاب المقدس سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. وإيه كمان؟ قول كلامك حاجة. كان ممكن الناس دول يحسفوا أو يعدلوا في القصة، لكن من أمانتهم ما عدلوش في القصة وذكروها كما هي. قول يا ستموني قول. ولو رجعنا لقصة الناس أو الشخصيات اللي بيقولوا الناس عليهم إنهم زانيات، هنكتشف إنه مثلا أول واحدة سمار. سمار لم تزني لأنها كانت بتحب الخطية أو كانت عندها شهوة للخطية، لكن لأنها كانت عايزة تقيم نسل. لو عايز تفهم القصة ارجع لسفر التكوين هتقدر تشوف القصة كويس. وهكذا رحاب لم تكن زانية، لكن بيقولوا إنها اتقال عنها كده زانية لأنها كانت صاحبة فندق بيروح فيه الزانية. مش قادرين يقولوا بالدارة فبيقولوا فندق. حضرتك في أيام جدات يسوع ما كانش فيه فنادق ولا لوكندات، وكمان بيبرروا إنها زنت علشان تقيم نسل. طيب ما كانت ممكن تتجوز وتقيم نسل من غير ما تلجأ للزنا. وبعد ما عرضنا نسب يسوع اللي فيه زانيات ودعرات حسب ما ورد في الكتاب المقدس، هعرض عليكم دلوقتي ما جاء في سفر حزقيال من ألفاظ وعبارات أخجل كامرأة إني أقرأها أمامكم، بس هنسمعها من المسيحيين نفسهم ونسمع نصوص من سفر حزقيال باللهجة العامية المصرية بصوت الأستاذ رامي سمير فرج مينا. حزقيال 23. وكان ليا كلام الرب: يا ابن آدم، كان في ستتين بنات أم واحدة زنوا في مصر في صباهم، هناك اتزغزغ صدرهم وهناك اتزغزغت حلمات البكارة بتاعتهم. ايه المصايب دي يا جماعة؟ بس ايه الوساخة دي كلها يا ناس؟ واسمهم أهولة كبيرة وأهوليبة أختها، وكانوا ليا وخلفوا أولاد وبنات. واسمهم السامرة أهولة وورشليم أهوليبة، وزنت أهولة وهي مرتبطة بيا، وعشقت اللي بيحبوها أشور القريبين اللي لابسين بنفسجي ولاو حكام، كلهم شبان شهوة فرسان راكبين الخيل، فدفعت لهم أجر زناها للي اختارتهم من كل أولاد أشور، واتنجست بكل اللي عشقتهم بكل الأصنام بتاعتهم، وما سابتش الزنا بتاعها من مصر كمان لأنهم ناموا معاها في صباها وزغزغوا حلمات البكارة بتاعتها. في كتاب من عند ربنا ينزل بالحاجات دي؟ في كتاب من عند ربنا ينزل ايه ده؟ ايه ده؟ عشقتهم لما لمحتهم عينيها وبعتت ليهم رسل لأرض الكلدانيين، فجولها أولاد بابل في سرير الحب ونجسوها بالزنا بتاعهم. ده دين يا ولدي، ده دين يخرب بيوتكم، ده دين. فتنجست بيهم وكرهتهم نفسها وكشفت زناها وكشفت العورة بتاعتها، فكرهتها نفسي زي ما كرهت نفسي أختها، وكترت زناها لما افتكرت أيام صباها اللي فيها زنت في أرض مصر، وعشقت عشاقها اللي لحم حمير لحمهم ومنية خيول المنية بتاعهم. ده موجود من عند ربنا؟ ده ينفع يكون كلام من عند ربنا؟ كلام كله جباح، أنا آسف. وافتكرت الحاجة المكروهة بتاعت الصبا بتاعك لما زغزغ المصريين حلماتك عشان صدر الصبا بتاعك. في كتاب من عند ربنا ينزل بالحاجات دي؟ في كتاب من عند ربنا ينزل ايه ده؟ طبعا مفيش كتاب من عند ربنا ينزل بالحاجات دي اللي بيخجل منها اي انسان عنده حياء. ولما بعض النصارى اللي بيسمعوا الكلام ده يروحوا يسألوا الكهنة، فبيقولوا لهم دي بتفسر الكتاب المقدس غلط، لان دي معاني روحية محدش هيفهمها الا بالروح القدس. طيب كان من الافضل لو انتوا صادقين تعرضوا عليهم تفسيرات اباء الكنيسة للنصوص اللي بتخجلوا منها، واسمعوا نصيحة ابوكم زكريا بطرس. أن الكتاب المقدس عشان تفهمه لازم ترجع إلى مفسرين. نعم. تشوف الآباء قالوا إيه، تشوف المفسرين المعتبرين قالوا إيه، عشان خاطر تقدر تعرف الموضوع. علشان نفهم الكتاب المقدس بيقول إيه عن سفر حزقيال، هنسمع نصيحة زكريا بطرس ونرجع لأقوال الآباء. نبدأ مثلا بكتاب النبوة والأنبياء في العهد القديم للأب متى المسكين، وتحديدا صفحة 227 اللي بيتكلم فيها عن الموضوع ده بالتفصيل. سوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها. 24 إصحاحا يفتتح بهم حزقيال نبوته عليهم، فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان من جهة الإنسان، وكل غضب وعقاب بكل أنواع العذابات المعروفة من جهة الله. والذي نخرج به من هذه الأصحاحات أيها القارئ العزيز أن الله صعب صعب ومريع جدا، وويل وويل لمن يستهين بلطفه وطول أناته.
وده اعتراف واضح وصريح من الأب متى المسكين إن الكتاب المقدس فيه كلام قبيح وفاحش. وفي كتاب رسالة حزقيال يذكر للمؤلف أن نصوص حزقيال من 16 ل 23 هي إباحية ولا يحب المسيحيين قراءتها في الكنائس. بعد سلاسل النسب في سفر أخبار الأيام الأول تأتي مباشرة الاستعارات الصارخة لحزقيال 16 و23 باعتبارها من الأصحاحات التي لا يستحب تلاوتها في الكنائس، وبالمثل من غير المرجح أن يتم الوعظ منها، فهي طويلة وقد تتضمن عبارات خادشة وتعبيراتها في بعض الأماكن صراحة إباحية. في الواقع إنه من الصعب أن نتخيل حزقيال وهو يسكب هذا السيل من الصور الشهوانية النبوية دون أن يتعرض للحرج المبرح والاشمئزاز. ويقول الأب استيفان شاربانتيه في كتاب دليل إلى قراءة الكتاب المقدس أن حزقيال تعدى حدود الذوق السليم حتى أنك تخجل من كلامه. حزقيال رجل لا يستطيع أن يعمل شيئا كما يعمله الجميع، ولكنه يكاد يتجاوز الذوق السليم. انظر الفصلين الرابع والخامس وبعض مقاطع من أمثاله، قد يخجل منها مغفر حرس، فلا تقرأ الفصلين السادس عشر أو الثالث والعشرين. ومن سفر حزقيال إلى سفر نشيد الأنشاد وقراءة خاشعة لبعض نصوص السفر للأستاذ رامي سمير فرج مينا باللهجة العامية المصرية. يبوسني بوز بقه لأن حبك أحلى من الخمرة. شبهتك يا حبيبتي بفرس مركبات فرعون، لفت المر حبيبي ليا على صدري بيت. فيك طب من عند ربنا ينزل بالحاجات دي؟ فيك طب من عند ربنا ينزل بال ايه ده؟ ايه ده؟ اهو انت حلوة يا حبيبتي، اهو انت حلوة، عينيكي حمامتين، اهو انت جميل يا حبيبي وحلو وسرنا اخضر زي التفاح بين شجر الغابة بالشكل ده حبيبي بين الولاد، تحت ظله 800 اهوت والثمرة بتاعته حلوة لزوري، دخلني البيت الخمرة وعلموا فوقي محبة، اسندوني بأقراص الزبيب، نعنشوني بالتفاح لاني عيانة حب، ايده شمال تحت راسي وايده اليمين بتحضني. ده موجود من عند ربنا؟ ده ينفع يكون كلام من عند ربنا؟ كلام كله جباح. انا اسف. اهو انت جميله يا حبيبتي، اهو انت جميله، عينيكي حمامتين من بين ضفيرتك، شعرك قطيع ميز مريح على جبل جلعاد، شفايفك خيط قرمز وبقك حلو، وبعدين كم خدك فلقه رمان من بين ضفيرتك، رقبتك برج داوود مبني عشان الأسلحة، ألف ترس كبير متعلق عليه كلها تروس جبابرة، صدرك ولدين غزالة. ازاي يا جدع؟ الله العظيم لك حق. ازاي؟ قد ايه أحلى من الخمرة حبك. مساء النور يا ألف مساء. ما بقول لكم غيروا الصنف اللي بتشربوه يا جماعة، غيروا، ده صنف متعب قوي للذاكرة بيضيعكم. يا عروسة شفايفك بينقطوا شهد، تحت لسانك عسل ولبن. يا عم عيد يا عم يصفر الله عزيزي. نشيد الأنشاد 5. دخلت جنتي يا أختي العروسة، قطفت مري ويا الطيب بتاعي، أكلت شهدي ويا عسلي، شربت خمري ويا لبني، كلوا يا أصحاب اشربوا وسكروا يا حبايب. وبعدين كمل حبيبي، مد إيده من الفتحة جوايا تقوه عليه. يا عم عيد يا عم يصفر الله عزيزي. سريت الكاس متدورة ما ينقصهاش المخلوط، بطني كومة قمح متصورة بزهور السوسن، صدرك ولدين غزالة توأم، ادي قوامك شبه نخلة وصدرك عن قدين، قلت اطلع النخلة امسك في اصول زعفها ويبقى صدرك عن قدين شجرة العنب. فيك طب من عند ربنا ينزل بالحاجات دي؟ فيك طب من عند ربنا ينزل ايه ده؟ ايه ده؟ عندنا اخت صغيره ما عندهاش صدر، نعمل ايه لاختنا؟ يوم عليها يتكلموا. يا حلاوه هذا الدين، يا جمال هذا الدين. وتعالوا نشوف ونسمع الراي اللي اجمع عليه علماء المسيحيه في تفسيرهم لسفر نشيد الانشاد. نسمع تسجيل صوتي من مجرد الكنيسه المصريه بتقول ايه عن نشيد الانشاد. عدوني سفكري، اسمعوا صوتين.
هو نشيد الحب. أتمنى طبعا كانوا عارفين ان في الفاظ متعبة ولذلك كانوا يمنعوا قرايته لأقل من 30 سنة عشان يعني طبعا أقل من 30 سنة تبقى الشهوات يعني شديدة في الإنسان ونقرا كلام زي كده ممكن يتعب عشان يعني فواز يقرا يتعب يقرا كلام الله يتعب ده المفسرين المعتمدين في الكنيسة المصرية وعلى رأي الكنيسة النهاردة زكريا بطرس ابو العربي شيلوني على صدري لا اقطعه ماذا يقول عن نشيد الانشاد وذكر نشيد الاناشيد او نشيد الانشاد اي اسمى نشيد الوجود له مفاهيمه الروحيه العاليه حتى ان معلمي اليهود قديما كانوا يحرموا قراءه هذا الفكر يعني نفس الكلام اللي تدرس يعقوب ناطي ونفس الكلام اللي قاله القمص انتونيوس فكري هو نفس الكلام اللي قاله مين زكريا بطرس اليهود منعين النشيد للكبار فقط اقل من 30 سنه فقط شاهد الروح القدس اللي هو كتب كل الكتاب حط هذا النشيد حتى نتعلم دروس رائعه عن الحب والجنس بطريقه صحيحه يا حلاوه هذا الدين يا جمال هذا الدين المشكلة الثانية عند الناس الذين يجدون صعوبة في سفر نشيد الأنشاد هي نظرتهم لمسألة العلاقة الجنسية الحميمة والتي شرعها الخالق لتكون في إطار الزواج إنهم ينظرون إلى هذه العلاقة على أنها شيء دنس لا ينبغي أن يحويه كتاب الله لكن تظل العلاقات الرومانسية العلاقات العاطفية بل العلاقات الجنسية كما شرعها الخالق شيئا جميلا بديعا يصلح أن يستخدمها الروح القدس ليشير بها إلى علاقة أعمق علاقة الإنسان مع خالق في كتاب من عند ربنا ينزل بالحاجات دي في كتاب من عند ربنا ينزل بال ايه ده ايه ده خد عندك بقى اسمع بقى اللي جاي ديت يعني قبلني بصني في بقي نشيد الانساب سفر جنسي جنسي والكلام حرفي ليه وفايدته ايه فايدته ايه انت مستقر على ربنا يتكلم 8 اصحاحات في كل الكتاب المقدس عشان يشجع العلاقه الجنسيه العاطفيه مساء النور يا الف مساء ما بقول لكم غيروا الصنف اللي بتشربوه يا جماعه غيروا ده صنف متعب قوي للذاكره بيضيعكم ودلوقتي عرفنا ليه الدعارة منتشرة في الكنائس وعرفنا ليه ابن منيرة بيعتبر زكريا بطرس قدوته ابن منيرة ماشي على خطى زكريا بطرس باتهام الإسلام بما يفعله من شذوذ ودعارة وانتشار الزنا بكثرة بين النصارى دلوقتي الكنيسة بتضطر الناس ان هم يتجوزوا عرفي وكمان فيهم مش عارف فيهم بيزنوا كمان لانهم بيخافوا يتجوزوا عرفي ويتثبت عليهم وتبقى قضيه جنائيه كمان فبيبقوا كده من غير الورق كمان وبعدين نرجع نقول لا ليه الزنا وليه طب ليه وهي يعني ما نرجعش نقول القواعد ومش القواعد لا هي القواعد وبتتنفذ وتطبق ببعض من المرونه لان كده اصل ده دين عمر ربنا ما هيقول حاجه كده ولا يخنق الناس ولا يعمل كده الكنيسه متشدده كتير بتعملوا يعني زياده عن اللزوم وبعدين نرجع نرمي الناس انا اعرف ناس كتير بيثبتوا عله الزنا على بعض بالاتفاق زي ما قلت استاذ بالاتفاق ايوه ويثبتوا على نفسها عشان تطلق هو يطلقها لا انا ما شفتش قصه وقعت الزنا بالاتفاق لا بتحصل بتحصل وكتير بتحصل وكتير وفي الآخر ابن منيرة يقول الإسلام دين دعارة وزنا ده انت اتفضحت وحياتك معروفة باعتراف مسيحيين وبيحذروا الناس منك سلام ونعمة المسيح يا اخواتي فيديو سريع كده عن الأخ الأستاذ الدكتور البروفيسور محمد رحومة الدكتور وقف شوية سرقتك للناس وإنك تقعد تقول العابرين اللي عارفوا الحق الدين المسيحي ان هو متنصح لكن احب اوريكم 2 فيديو كده المساعده بتاعته مره طلعها الدكتوره ياسمين ومره بتفيده شوفوا معانا الاثنين فيديو وقارنوا بنفسكم قعدت حوالي سنه ونص تمام وفي اخر السنه ونص الاربع شهور الاخرانيين تعبت قوي في البحث تعبت قوي 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 استنجد وتطلب العون يعني انه خيمتها مكسوره عم بتنقط مي على الاولاد وخيمتها صارت كلها مي فرشاتها السجاده عم تقول ما في ايوه نفس مدرسه وحيد ورشيد وكله انتوا كلكم ما تعرفوش تعملوا حاجه غير كوبي بيست وقفوا كلام عن عابرين انتوا سوقتوا سمعه الناس اللي فعلا جايه يسوع المسيح بسببكم كتير مسيحيين وسبيشالي في مصر اقباط ما بيصدقوش العابرين كل ده
عشان انت تاخد العشور بس بتاعت المسيحيين. ده بس اللي فضحه قدام النصارى، ده واحد مسيحي تاني بيقول انه حرامي كبير ونصاب، وكمان بيقول انه بيشتري العابر ب$50. ظهر اليوم حرامي جديد اسمه الدكتور محمد رحومي. ليش وافق محمد رحومي اليوم انه يعمل هيك؟ وافق لانه اولا اذا ما بيرضى بيفضحوه بانه بيشتري العابر ب$50. طبعا مش عابر، هو انسان كذاب بيطلع بيمثل انه عابر ب$50. بيفضحوه بانه بيشتري العابر ب$50. طبعا مش عابر، هو انسان كذاب بيطلع بيمثل انه عابر ب$50. انا مش يا رحومة يا نهار اسود، ده انت كلمتين على بعض ما تعرفش تقول، كله تقدأ تقدأ. ايه ده؟ وهلا رح ورجيكم فيديو في الدكتور رحومة وهو عم يعترف بلسانه بانه في حدا بحركه بمشيه على راحته واللي هو المخرج مارك. وانتو عارفين المقري يقول لي مين او له حاضر او له شمال او له حاضر. طيب يا دكتور، طالما انت اعترفت بلسانك انه اللي انت ما بتشوفه بيشوفه المخرج تبعك اللي بحركك، وانت يا ضعيف النفس الحرامي اللي سرقت مستشفى اطفال، رايح خير رايح لمستشفى اطفال انت سرقته وهربت من مصر، وسرقات بتسرق عشور الناس وانت ما بتعرف اصلا شو العشور ولا همك العشور لانك مسلم، سرقت عشور الناس بتصرفها على حالك، ودليل بهالفيديو شوفوا كيف بيسرق عشوركم وليش طلع عامل هالحلقه. الاقي دعمكم لينا بيقل بيضعف، كنت طالب حتى ناس تشير، كنت طالب ناس تعمل تعليقات. وبكده تأكدنا ان ابن منيرة ما هو الا اداة في يد المنصرين، بيحركوه زي ما هم عايزين، لو عايزين يروح يمين يروح يمين، لو عايزين يروح شمال بيروح، ودايما في حلقاته المخرج هو اللي بيوجهه وبيمليه كلام، ولما هو بيحب يتكلم بيعك في الكلام ويهردل. وكمان اعترف ابن منيرة ان هدف الحلقات اللي بيعملها هو التبرعات اللي بتتوزع على فريق العمل اللي بيساعدوه، طبعا بيساعدوه في النصب والاحتيال على النصارى اللي بيتبرعوا له. فيا ترى ايه اللي بيفكر فيه ابن منيرة دلوقتي؟ مرعوب، مرعوب من رد فعل الكنيسة ورد فعل المسيحيين، انا مرعوب. ابن منيرة بيقول انا مرعوب، طبعا لازم تكون مرعوب لان ربنا سبحانه وتعالى قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وخلاص الكلام زي ما شفنا ابن منيرة ماشي في طريق مليان كذب وتدليس بيحاول يشوه صورة الإسلام ويخفي الحقيقة اللي هو نفسه عارفها كويس. في كل حلقة بيتكلم من غير أي دليل بس بيحاول يلعب على الناس ومشاعرهم ويضللهم، لكن الحقيقة بتفضل واضحة ومهما حاول يهرب منها هيعرف أنه واقف لوحده قدام الحق، ورعبه اللي بيحس بيه هو أكبر دليل على أنه عارف أنه غلط، وده تحذير ليه انه يراجع نفسه قبل ما يفوت الاوان. وفي النهايه الحق دايما بينتصر، ومهما كانت محاولات التستر او التشويه الحقيقه لازم تظهر. استنونا في الحلقات اللي جايه هنكمل معاكم كشف كل الحقائق اللي ابن منيره وامثاله بيحاولوا يخفوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.